بسم الله. دلوقتي انا معايا جريلا ديت، عايز اعمل لها محاذاه تبقى موجوده في وسط السيلينج دوت. فبجي اعلم عليها، بقول له موديفاي اللاين، بعلم على دي ودي، تلاقي ان الاوتوكوب مش حاسس بالخطوط بتاعه الاير تيرمينال دي، بعلم عليها ما بتجيش معايا خالص. طيب انا محتاج كده ان انا اعمل لها اديت للفاميلي، بقف هنا واقول له اديت للفاميلي. فعلا اللي عايز يكون نفسه في الريفت ويبقى الريفت ده بالنسبة له ومستقبله يخش في الايديت فاميلي. تمام. دلوقتي ده هي الجريلا قدامي، عايز اعدل فيها الخطوط ديت اخليها تحس بأي حاجة بتحصل في الاوتوكاد في الريفت. تمام. باجي على الفلور بلان ده، ممكن اشوف شكله في الفلور بلان، شكله في السيلينج زي ما انا عايز. تمام. وببدأ اعلم على الخطوط كلها. بعد كده باجي في انستانس بروبرتيز، في الريفرنس بقول له انا عايزها سترونج ريفرنس. كده يبدأ هو بقى يحس بيها، كده اقدر اعمل اللاين، اقدر اعمل اي حاجة. كده الخطوط ديت شغالة معايا والريفت فعال معايا، بقول له اوكي. كده خلاص خلصت التعديل بتاعي. باجي هنا في فاميلي اديتور بقول له لود انتو بروجكت، هعمله جوه المشروع. بقول له override the extension version and it is parameter value. خلاص كده. اجي دلوقتي بقى اقول له في الموديفاي، اقول له align، اعلم على الخط دوت الخط ده، الاقيه فعلا شغال معايا. الخط ده والخط ده الاقيه فعال معايا. ده كان نموذج بسيط لان انا اعمل edit family ل object بحيث ان هو يبقى فعال معايا ويبقى شغال معايا. ممكن وانت كنت هناك في قلب ال edit family تعمل اللي انت عايزه بقى جوه، يعني عايز تلغي واحدة من دول، عايز تزود حاجة، عايز تكتب رقم زي ما انت عايز. عمرو سليم.